عقد رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في روسو عاصمة ولاية تراز اجتماعا مع المزارعين والفاعلين في القطاع الزراعي، وذلك على هامش انطلاق أشغال مشاريع زراعية كبرى في مركز جدر المحقن الإداري. وأفسح رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع المجال للمزارعين من أجل تقديم استشكالاتهم ورؤاهم لوضعية القطاع والمشاكل التي يواجهونها، وتقييم الجهود المبذولة للنهوض به بغية رفع إسهاماته في جهود التنمية الوطنية الجارية. وأبرز رئيس الجمهورية في هذا الإطار أهمية تقديم حلول لسلسلة المشاكل المطروحة، مبرزا حيوية وأهمية القطاع الزراعي والحيواني ومحوريته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. ودعا رئيس الجمهورية إلى الاعتماد على هذا القطاع وتطويره انطلاقا من المؤهلات الهائلة التي تتوفر عليها البلاد كالمياه والأرض الصالحة للزراعة ومحدودية السكان مقارنة مع تلك المؤهلات. أعطى رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني من بلدة الشيشة التابعة لمركز جدر المحقن الإداري أعطى إشارة انطلاق البرنامج الوطني لاستصلاح وبناء وإعادة السدود من محورين. يتعلق المحور الأول بتنفيذ 74 مشروعا مرويا، في حين يتألف المشروع الثاني من هذا المشروع من بناء وإعادة تأهيل 74 سدا في 10 ولايات من الوطن. ما توفر عليه منطقة الشمامة من الأراضي الخصبة والمساحات الشاسعة وما تتميز به سهولها الممتدة طولا وعرضا بين ولايتي ترارزا والبراكنة وأخواتهما من الولايات الزراعية والرعوية الأخرى المطلة على النهر من مميزات بيولوجية تشجع على الاستثمار في المجال الزراعي إذا ما حظيت بالدعم والاهتمام اللازمين. كلها مميزات أدركها رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، فقرر أن تكون منطقة ششيه بولاية ترارزة هي ميدان الانطلاقة الفعلية لأكبر مشروع تنموي زراعي ورعوي ضمن المشاريع الهامة التي حملها برنامج تعهدات إلى المواطن الموريتاني. وإلى قرية جيجينا الواقعة شرق مدينة روسو على بعد 30 كيلومتر تقريبا، وصل رئيس الجمهورية وسط استقبال عبر من خلاله سكان بلدية جدر المحقن والقرى والأحياء المجاورة لها عن تثمينهم وترحيبهم بهذا المشروع الذي يعولون عليه كثيرا في المساهمة في الرفع من مستوى مداخيل السكان المحليين والتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وفي عين المكان وضع رئيس الجمهورية الحجر الأساس تأسيسا للبرنامج الذي يتكون من محورين اثنين. بينت الشروح الفنية أن الأول منهما يستهدف استصلاح أزيد من 5000 هكتار في الولايات الزراعية، تستفيد ولاية ترارزة وحدها من 57 مشروعا في هذا الإطار، بينما يخصص المشروع الثاني لتشييد أزيد من 70 سد في 10 ولايات داخل الوطن، وذلك حسب خطة عمل تابع رئيس الجمهورية مراحل تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد مع مراعاة الأولويات بالنسبة للسكان المحليين. نهاية الحفل كانت بداية لانطلاقة الآليات والحفارات التي تحركت في الميدان. وفي خطابه بالمناسبة أوضح وزير التنمية الريفية أن الوزارة تسهر على تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية في المجال الزراعي الهادفة إلى الرفع من الإنتاج مع مراعاة الجودة والقدرة التنافسية.
صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية، أصحاب المعالي الوزراء، السيد المندوب العام لوكالة التآزر، السيد والي تلارزة، السيد والي قرقل، السيد والي البراكنة، سادة رؤساء المجالس في تلارزة والبراكنة وقرقل، السيد العمدة، السادة المنتخبون، السيد رئيس الاتحادية الوطنية للمزارعون، أيها السادة والسيدات، فخامة رئيس الجمهورية، إنه لشرف لي أن أقف أمامكم اليوم في حفل إعطاء إشارة انطلاق البرنامج الوطني لإصلاح الأراضي الزراعية بشقيها المروي والمطري. يهدف هذا البرنامج الذي ستعطون بالفعل بعد قليل إشارة انطلاقه إلى استصلاح 5726 هكتار من الأراضي الزراعية لفائدة أزيد من 11000 أسرة في العديد من المناطق في ولايتي تلارزة والبراكنة، وانطلاق 74 سدة ستمكن من استقلال حوالي 6000 هكتار في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي والأصابة والبراكنة وقرقل وتقانت وقديماقة وأدرار وإنشيري وتيل زمور، بالإضافة إلى تشييد سد كبير في برقطني بمقاطعة تام الشكط بالحوض الغربي، هو الأول من السدود الكبيرة الستة التي تعهدتم بها يا فخامة الرئيس. تشكل التدخلات تسييد الفعل التزامكم في هذا المجال في السنة الأولى من مأموريتكم، وقد بدأت الوزارة في تحضير برنامج 2020-2021 لاستصلاح 5000 هكتار ستستفيد منها ولايات الضفة الأربعة و12 سدا على الأقل في الولايات الأخرى. سيحظى تشييد السدود بعناية خاصة تتمثل في دقة التصميم والسهر على إنجازها وفق المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، مع توفير السياج لحماية المساحات المزروعة ومنظومة تمكن من تسيير محكم لمياهها. أما بالنسبة للإصلاحات في الزراعة المروية، فقد تم العمل على تصميمها وتوزيعها وفق معايير فنية ستمكن من ديمومة استقلالها والرفع من إنتاجيتها، وسيسهر القطاع على متابعة تنفيذها مع إشراك المستفيدين منها لتفادي عدم جاهزيتها عند استقلالها. صاحب الفخامة، أغتنم هذه الفرصة لعرض خطة عمل القطاع 2019-2020 ومدى تقديم تنفيذ أهم الأنشطة المبرمجة خلال المحاور التالية. في مجال الزراعة، ستحظى الزراعة المطرية بأولوية خاصة في تدخلات القطاع متمثلة في الحد من شقة العمل اليدوي وزيادة الإنتاج من خلال التركيز على المكننة والتقنيات الزراعية وتشجيع المزارعين للرجوع إلى مناطقهم الأصلية. وفي هذا السياق، قام القطاع بإطلاق هذه السنة برنامج نموذجيا على مستوى 16 موقعا في 8 ولايات، على أن يتم تعميمه على مختلف المناطق الإنتاج بعد تقييمه. سيادة الرئيس، في مجال الواحات، تمحورت الأنشطة على تطوير زراعة النخيل من خلال إنشاء حواجز لتقلية البحيرات الجوفية ووحدات الري الجماعي وتحسين الإنتاجية وإدخال إصناف جديد وتثمين إنتاج التمور من خلال المعالجة والحفظ عن طريق زيادة طاقة تخزين وحدة حفظ التمور في شركة التمور الموريتانية لتصل إلى 1000 طن. سيقام بإنشاء 14 وحدة جديدة على مساحة إجمالية تصل إلى 300 هكتار هذه السنة من أصل 2000 هكتار مبرمجة خلال مأموريتكم الأولى. بالنسبة لزراعة الخضروات، شهدت الفترة الأخيرة انطلاق حملة خاصة بزراعة الخضروات لموسم 2019-2020 تهدف إلى استقرار مساحة إجمالية تصل إلى 5671 هكتار، منها 1174 تستفيد من دعم بمدخلات ومتابعة وتعطير مباشر. وقد بدأ القطاع في تنفيذ برنامج إنشاء مزارع نموذجية لزراعة الخضروات بمساحة إجمالية تزيد على 1171 هكتار، مجهزة بوسائل الري ومدخلات ضرورية على مستوى 9 ولايات من الوطن. ستستفيد من هذه البرامج الفئات الأقل دخلا وخاصة التعاونيات النسوية فيها. فخامة الرئيس، يعتبر قطاع المروي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يغطي نسبة هامة من حاجيات الوطن من الأرز. وفي هذا الإطار، يسهر القطاع على تنفيذ سياستكم التي تهدف إلى الرفع من الإنتاج والإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية، وسيتجسد ذلك من خلال توفير المياه والروافد التي ستحظى بصيانة منتظمة، إنجاز قنوات جديدة ستمكن من استقلال مساحات إضافية، إنجاز إصلاحات وفق المعايير والمواصفات المطلوبة،
تنظيم وتحسين شعبة البور، الشيء الذي لا غنى عنه في الرفع من الإنتاجية. تسهيل الملكية العقارية الزراعية، ما سيتيح الفرصة لكل فئات المزارعين للولوج إليها. وضع آلية مناسبة لتمويل الزراعة تماشيا مع متطلباتها وبمساهمة من المزارعين. وستعمل الوزارة على تحضير محكم الحملات الزراعية وتوجيه الدعم بشكل لا يمكن الاستفادة منه خارج الحقل الزراعي. صاحب الفخامة، نظرا لما تكسيه الثروة الحيوانية من أهمية في الاقتصاد الوطني والأولوية التي تحظى بها هذه الثروة في برنامجكم، سيتم العمل على تحصين جميع المواشي ضد الأمراض والأوبئة، الرفع من الإنتاجية من خلال تحسين السلالات وتوفير التقلية المناسبة، تشجيع زراعة الأعلاف على مستوى الوطني، دعم وتوظيف المنتجات والمشتقات الحيوانية من خلال تنظيم الشعب وإنشاء البنى التحتية اللازمة، مراقبة الأدوية البيطرية، البدء في وضع آلية فعال للتمويل في مجال الحيوان. فخامة الرئيس، تسديدا لما سبق ذكره، يعمل القطاع في هذه السنة على تنفيذ البرنامج التالي: إنجاز 18 سوقا للمواشي، إنجاز 27 مسلقة في عواصم بعض المقاطعات على أن تشمل باقي المقاطعات في السنة القادمة، البدء في إنجاز 33 وحدة لمعالجة الألبان وأربع مراكز لتجميع الألبان، إطلاق حملة لتطعيم المواشي بوسائل معززة لتغطية أشمل المواشي وتمديد فترة تنفيذها، إطلاق حملة للتلقيح الاصطناعي للمواشي تستفيد منها بشكل مجاني الفئات الأكثر احتياجاً، البدء في إنشاء مزرعة تحسين سلالة الأقلام. وتطبيقاً لتوجيهاتكم، فإن الحكومة تتابع عن كثب الحالة الرعوية وتعكف على وضع خطة تدخل في مجال توفير الأعلاف المواشي في الوقت المناسب وبفعالية. فخامة الرئيس، إن حرصكم على مكافحة القبن والتهميش يحتم علينا مواكبة المستفيدين حتى يتسنى لهم الاستقلال الأمثل لهذه المنشآت. وسبيلا للوصول لهذا الهدف النبيل، فقد قام القطاع بإعداد برنامج متكامل بغلاف مالي يصل إلى 2,349,000,000 أوقية قديمة، سيتم الشروع في تنفيذه بعد إذنكم غدا إن شاء الله. ويتمثل هذا البرنامج في عدة أنشطة ستدعم القدرة الشرائية والإنتاجية للمواطنين في ولايات الزراعية والرعوية. صاحب الفخامة، من أجل تسيير معقلاً لبرنامج الوزارة على المدى القصير والمتوسط، باشر القطاع تحضير الإعداد لإحصاء عام القدرات الزراعية والحيوانية، إعداد إطار النفقات المتوسط المدى للفترة 2020-2024 للقطاع الريفي، التحضير لجرد شامل للبنى التحتية الريفية، إعداد مخطط توجيه لاستصلاح المناطق الزراعية القابوية والرعوية، تفعيل الرقابة الصحية لمنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني، التحضير لمعرض دوري للزراعة سيكون الأول من نوعه في بلادنا، بالإضافة إلى معرض التمور الذي سينظم هذه السنة. فخامة الرئيس، سادة الحضور، يدخل هذا البرنامج في إطار تنفيذ برنامجكم تعهداتي الذي وضعتم له آلية متابعة للتأكد من تنفيذه، وهذا ما تسهر عليه تطبيقه حكومة بإشراف مباشر من معالي الوزير الأول المهندس إسماعيل البدة والشيخ سيدي. فخامة الرئيس، اسمحوا لي بأن أوجه باسمكم نداء إلى كافة الفاعلين في هذا القطاع بمضاعفة الجهود لمسايرة ما نقوم به من مشاريع وبرامج تنموية ستكون لها بإذن الله الأثر الإيجابي في التقلب على القبن والإقصاء والفقر وتوفير العيش الكريم لجميع مكونات الشعب. وأتعهد أمامكم بتعزيز ديناميكية التشاور التي بدأت معهم، كما أدعو كافة المنتجين بالسعي إلى تحسين إنتاجهم والرفع من قدرته التنافسية، والمستهلكين للتوجه إلى استهلاك المنتوج الوطني وحمايته تعزيزا للاستقلال الاقتصادي للبلد. بدوره رحب عمدة جدر المحقن باسم سكان ولاية ترارزة برئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن زيارته للولاية ستسهم لا محالة في تغيير حياة السكان نحو الأفضل. وقال إن حرص سيادته على إطلاق مشروع بهذا الحجم يعكس اهتمامه بالمواطنين، وأشار إلى أهمية أن تصاحب هذه الاستصلاحات أن تصاحب هذه الاستصلاحات أو يصاحبها حل بعض المشاكل مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المدخلات كالأسمدة والمحروقات والحصاد، مطالبا باستصلاح سهلي طنباس ولورين لصالح سكان السهلين المجاورين.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة أن هذا المشروع يجسد تنفيذ الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية في برنامج تعهداته أمام المواطنين، وقال إن الاتحادية الوطنية للزراعة ستعمل جاهدة للرفع من شأن قطاع الزراعة في بلادنا. وأكد تعلق الاتحادية الوطنية للزراعة بالتوجهات السامية لرئيس الجمهورية في مجال تنمية القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن ثمة مشاكل مطروحة سيتم التصدي لها بفعل المناخ المواتي الذي يطبعه العدل والإنصاف ومكافحة الفوارق الاجتماعية. وأوضح أن مسطرة الاتحادية تم تدوينها في وثائق وضعت تحت تصرفات السلطات المعنية، مشددا على أهمية تسويق المنتوج. بدوره رحب المتحدث باسم المستفيدين بفخامة رئيس الجمهورية، وعبر عن ما تمثله هذه الزيارة بالنسبة لسكان ولاية ترارزة بصفة عامة وبلدية جدر المحقن بصفة خاصة، وقال إن هذه الزيارة دليل قاطع على الإرادة الصادقة التي تحلى بها رئيس الجمهورية منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد والمتجلية في تنفيذ برنامج تعهدات الطموح، والذي من أبرز أولوياته مكافحة الفقر والإقصاء والتهميش. وقال إن إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء تآزر خير دليل على تصميم رئيس الجمهورية على تنفيذ كل التعهدات التي قطع على نفسه. يتضمن برنامج استصلاح وبناء وتأهيل السدود مكونتين تتعلق أولهما باستصلاحات كبيرة في مجال الزراعة المروية، والثانية ببناء وتأهيل السدود خلال سنة 2020. وقد بدأت وزارة التنمية الريفية بالشروع في استصلاح وإنجاز 2140 هكتارا في كل من الششية وأمبوريا ومباخجك بإشراف من الشركة الوطنية للتنمية الريفية صناتير. استصلاح وبناء وتأهيل السدود رأى النور ليفي بوعد استصلاح 5000 هكتار سنويا في مجال الزراعة المروية. وتعد قرية شيشية ببلدية جدر المحقن من بين المناطق المستفيدة من هذا البرنامج الذي سيمكن خلال سنة 2020 من استصلاح أزيد من 5700 هكتار في مجال الزراعة المروية بولايتي ترارزة والبراكنة. في ولاية ترارزة نحن ضاركاتيها، واللي لا هي فيها مكونة من هذا البرنامج الكبير، فيه المشروع اللي بين أيدينا وهو مشروع شيشية بداية يتم فيه استصلاح 523 هكتار. هذا المشروع الحالي فيه عدة مكونات، فيه الاستصلاح، شق القنوات، فيه شق الطرق الداخلية في المشروع، فيه منشآت للضخ، وستكون أيضا مساحة المشروع نصفها يتم ريه بالري الانسيابي، لذلك ستكون له الفائدة الكبرى على مستوى ساكنة هذه المنطقة، وسأيضا يساعد هذا المشروع في خفض مستوى الفقر. وتتولى شركة أزيما الوطنية تنفيذ أشغال إنجاز واستصلاح المساحة الزراعية لقرية شيشية اعتمادا على الخبرات الوطنية مع إعطاء الأولوية في العمل للسكان المحليين. احنا هون في مشروع الشيشية اللي أعطى خامس سيد الرئيس الجمهورية طلعة إشغاله، وداخل في نطاق برنامجه تعهدات إعطاء استصلاح وترميم وإنجاز 5000 هكتار سنويا. وهذا المشروع اليوم انطلاقة ذاك البرنامج ويشمل 5726 هكتار من الزراعة المروية، وذا المشروع بالأخص شيشية فيه منها 523 هكتار، وينجز من طريق عن طريق شركة وطنية قالها مجموعة أزيما وعندها الخبرات، وهذه نعت من الشرائك الوطنية عاد الحمد لله عندهم الخبرة الفنية إنجاز النوع من الأعمال اللي كانت في السابق يعادلوا شرائك أجنبية، واليوم يثبت من خلال هذا المشروع ومن خلال المشاريع الأخرى اللي داخلة في نطاق برنامج الخليج اللي معدل لا شرائك وطنية اللي الحمد لله شرائك موريتانية عاد عندهم الخبرة الفنية لإنجاز نوع من الأعمال، وإحنا شريكتنا
كونوا مهندسين وتقنيين ساميين شباب وعاطين أولوية للشباب اللي متخصصين في المجال. المستفيدون ثمنوا هذا التدخل الذي يترجم تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني في المجال الزراعي. كاين رئيس الزيارة اللي برنامجه بدأ يحقق في 4 أشهر، لكن راجعين عنه مهم اللي هون الشيشية مشروع اللي هو استفاد منه ياسر من الناس، الأيد العاملة واللي اللي فقيرة، الناس الفقيرة اللي تستفاد منه إن شاء الله كاملة، واللي يعطي نتيجة كبيرة للمنطقة اللي هي. شاكرين نحن الشاشية، كنا ما عندنا فيهاش نحرزه، الحمد لله يعني عديناها إن شاء الله، نضرب إن شاء الله، نستنفق منه إن شاء الله، وإن شاء الله يفيد الشعب وإن شاء الله المواطن إن شاء الله. وهون في الشاشية مبرمجة فيها 500 هكتار، وهذا يبرهن على تعهداته في الانتخابات الماضية، اللي الشريحة المهمشة كانت وكانت في الحدودات اللي هم، وهذا أساسي ومهم عندنا بالنسبة لي. ونعرفه على أنه قطع هدوات اللي قال لها عدلهم بهن اللي بدأت وشافت، وعلى كل حال مزمنينها، ونطلب له الله إن شاء الله نجاح في المهام اللي قبض وتأحد بيهم. كما يتضمن البرنامج الوطني للاستصلاح الزراعي لسنة 2020 مكونة ستمكن من بناء وتأهيل 74 سدا تتوزع على ولايات الحوضين العصابة البراكنة، غرغل، ترارزة، درارتا، كانت، شيري، تيرزامور، وكيديماغا، وما سيمكن من استغلال مساحة تقدر ب 6000 هكتار في مجال الزراعة الفيضية وما خلف السدود، بالإضافة إلى بناء سد برقطن الكبير بولاية الحوض الغربي. وقام رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني بزيارة لقناة الري لسحب المياه من رافد سوكم النهري باتجاه المساحات الزراعية التي يشملها الاستصلاح الجديد. وتعرف رئيس الجمهورية على كمية المياه المسحوبة وجدوائيتها بالنسبة للساكنة في هذه المنطقة التي يعلقون عليها أملا كبيرة في تحسين ظروفهم المعيشية. هذا وكان رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني قد وصل إلى مدينة روسو في زيارة عمل لولاية ترارزة للإشراف على انطلاق مشاريع استصلاح زراعي. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مهبط روسو شمال شرقي المدينة من قبل والي ولاية ترارزة سيد مولاي إبراهيم والمولاي إبراهيم ورئيس المجلس الجهوي لجهة ترارزة سيد محمد والإبراهيم والسيد وعمدة بلدية روسو سيد بومبو الدرمان وقائد الحامية العسكرية في روسو العقيد محمد تقي الله للشيخ محمد فاضل ونائبي مقاطعة روسو وعدد من المكلفين بمهام في رئاسة الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والسلطات الإدارية والأمنية بالمقاطعة. وتوجه فخامة رئيس الجمهورية بعد الاستقبال إلى موقع إطلاق مشاريع الاستصلاح الزراعي شرق روسو. هذا وكان فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني قد غادر نواكشوط متوجها إلى روسو في زيارة عمل لولاية ترارزة للإشراف على انطلاق مشاريع استصلاح زراعي. وودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد إسماعيل والبدوي للشيخ سيدية والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد محمد سالم وللبشير وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية المساعد ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوط. ويرافق رئيس الجمهورية وفد هام يضم كل من السادة.
الدي ول الزين وزير التنميه الريفيه، محمد ول احمد محيميد وزير التجهيز والنقل، نهمت مكناس وزيره المياه والصرف الصحي، مريم بكاي وزيره البيئه والتنميه المستديمه، محمد احمد المحمد رمين مدير ديوان رئيس الجمهوريه، محمد محمود البعسريه المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحه الاقصاء تآزر، احمد الباهيني مكلف بمهمه برئاسه الجمهوريه، عمر العلي سالم مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، جي عمار مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، والحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. في الشأن البرلماني، ضمن هذه النشرة عقد مؤتمر رؤساء بالجمعية الوطنية اجتماعا برئاسة السيد الشيخ والباية رئيس الجمعية وبحضور